إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. نبداو بالسباعيه. سباعيه النادي الافريقي اللي تخلي موجود في الدوره التمهيديه الاخير من كاس الكاف. البارح كانت قدام كيبانغال زنزبار في ملعب حمادي العاقر ببيراد. 7 للكلوب في اطار الاياب للدوره التمهيديه الثاني من كاس الكاف. السباعيه سجلها زهير الذوادي في الدقيقه الثانيه، بعد محمد علي العمري في الدقيقه 15، حمدي العبيدي في الدقيقه 52، شهاب العبيدي في الدقيقه 67، احمد خليل في الدقيقه 73 ودقيقه 84، زاد كيف احمد خليل ضربة جزاء نادر الغندري في الدقيقة 82. دونك سباعية كاملة كما قلنا للنادي الافريقي. اعرض نتيجة في الدور هذا قدم كيبانغا زنزبار مقابل خلت النادي الافريقي في الدور القادم بعد تعادل الذهاب في زنزبار 0-0. نعطيكم القائمة الكاملة المترشحة أو قائمة الفرق المترشحة للدورة التمهيدية الأخير من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. هي في رقم تعداد ديجا من الدور الثاني التمهيدي في كأس الكاف: النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الأفريقي، بيراميدز المصري، فيوتشر المصري، نادي الأخضر الليبي، اتحاد العاصمة الجزائري، نادي النصر الليبي، نهضة بركان المغربي، الجيش الملكي المغربي، هنا نحكيو على مارومو الجنوب أفريقي، زاد نادي رويال الجنوب أفريقي، سبورتينغ غناغنو الإيفواري أو غناغوا الإيفواري، لوبوبو الكونغولي، ديابلو نوار من الكونغو، موتيما بيمبي من الكونغو، قلوب الصنوبر الغاني. هذه فرق تعديت للدور القادم، دورة التمهيدي الأخير من كأس الكاف، تعديت من كأس الكاف بيدا. لكن فما فرق قادمة من الدورة التمهيدي الثاني، رابطة الأبطال، الفرق اللي خسرت وخرجت من الشامبيونز ليج تكون موجودة في القرعة في كأس الكاف الدور القادم. نحكي على اتحاد المنسيرة لطرابلس الليبي، دي بي مازامبي الكونغولي، كابتاون الجنوب افريقي، لاباس من سيشيل، جولي بالمالي، فلومبو من بوراندا ولا بوراندي بلوتو، بلاتو يونايتد النيجيري الفريق اللي خرج قدام الترجي الرياضي التونسي، انجليك من النيجر، كارا من توغو، بريميرو داغوستو الانغولي، اسك ابيجان الايفواري، رويال ليوباردز من استواتيني، ويانغ افريكانز من تنزانيا، ريفر من النيجيريا الفريق اللي خرج او من خرج بلوتو الفريق تي بي مازامبي هو موجود في الفرق هذين، نحكيو فريق اوغندي هو اللي خرج تي بي مازامبي. دونك ريفرز موجود في من كاس الكاف في الدور القادم في انتظار القرعه. زاد فما فريق اخر هو باش يكون المنهزم بين فيتا كلوب الكونغولي وكاديوغو من بوركينا فاسو في انتظار تحديد موعد مقابله الاياب في الماتش هذا. دونك القرعه ان شاء الله غدوه نهار الثلاثاء بالنسبه للنادي الافريقي، النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد المنستيري، القرعه غدوه في القاهره ان شاء الله المقابله الجاي، مقابلة الدورة التمهيدي الأخير بين 2 و9 نوفمبر 2022، ذهاب وإياب ينسير بعدها دور المجموعات في كأس الكاف. بالنسبه للفرق المتاهله في الشامبيونز ليج الى مرحله المجموعات، نعرف القرعه في نوفمبر بالنسبه للجروب والبول بالنسبه للشامبيونز ليج، لكن نعطيو التصنيف بالنسبه للتصنيف الاول والثاني الثالث الرابع. التصنيف الاول الشابولوش نقاو فيه الترجي الرياضي التونسي، الاهلي المصري، الوداد البيضاوي والرجاء المغربي. التصنيف الثاني فيه سان داونز، فيه الزمالك، فيه بيترو اتليتيكو من انغولا، فيه رويا كوناكري من غينيا. التصنيف الثالث فيه سيمبا التنزاني، فيه شباب الوزداد الجزائري، شبيبه القبائل من الجزائر والهلال السوداني. التصنيف الرابع الشابو الرابع المستوى الرابع فيه القطن الكامروني، المريخ السوداني، بايبرز من اوغندا، هذا الفريق اللي خرج تي بي مازامبي من تشامبيونز ليج في الدور اللي تعدى، وزاد فريق اخير المتاهل بين فيتا كلوب وكاديوغو البوركين المقابل اللي قلنا ان نستناو تعيين الموعد نتاع مقابله الاياب فيها باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يلعب تشامبيونز ليج والفريق الاخر اللي باش يلعب في كاس الكاف. في البطولة التونسية البارحة لعبت زوز مقابلات، الدفعة الثالثة من الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات وفيها واحد بليش مستقبل سليمان ربح الأولمبي البيجي في المجموعة الثانية، وواحد بليش بونتو باباكار في الدقيقة 82. زاد في نفس المجموعة أولمبيك سيدي بوزيد ربح مستقبل رجيش 1-0 بونتو كريس جونيور في الدقيقة 6. سليمان عنده 4 نقاط مؤقتا في صدارة المجموعة، سيدي بوزيد 3 نقاط. أول فوز هو الفوز البارح، أول فوز في الموسم في البطولة أمام مستقبل الرجيش. الرجيش عنده نقطة وحيدة، الأولمبي البيجي 0 نقاط بعد زوز مقابلات. نحكيو على ملعبيتنا اللي يلعبوا البرة في البطولات الخارجية. سعد بقير هداف الدوري السعودي مع أبها، أبها ربح 3-1 خارج الميدان قدام الباطن. بقير مركز ثاني في دقيقة 72 بمخالفة مباشرة. زاد أيمن الصفاقسي مركز ثلاثية كاملة مع فريق فيوتشر المصري في ضد كالون في كأس الكاب، كنا نحكيو عليه قبيلة شوية. فيوتشر ربح 4-0 وأتريك الصفاقسي في دقائق 11 59 و67.
بالنسبة للسخيري في البطولة الألمانية لعب ماتش كامل ضد أوكسبورغ مع كولن وربح 3-2. زاد كيف كيف السالرنيتانا فريق برون خسر في البطولة الإيطالية قدام إنتر 2-0. برون تخلف دقيقة 72. وماتش كامل الخاوي البارح مع كليرمون ضد موناكو في الجولة 11 من البطولة الفرنسية، كليرمون تعادل 1-1. أهم المقابلات زاد في أوروبا دي زافيش كبار البارح، ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو وفايل الريال وسيطرة كبيرة ومطلقة ونجم نقولوا باستحقاق وعن جدار ربح الريال البارح قدام برشلونة 3-1. مقابلة القمة في إنجلترا 1-1 ليفربول قدام مانشستر سيتي بونتو المحمد صلاح في دقيقة 76. أرسنال ربح ليدز 1-1 يحافظ على صدارة البطولة الإنجليزية بعد 11 جولة. زاد نحكيه على مفاجأة بالنسبة للبطولة الألمانية، حتى التوى أونيون برلين موجود في الصدارة، ربح البارح بروسيا دورتموند 2-0. 5-1 البارح زاد للبايرن قدام فرايبورغ في البطولة الألمانية. لكن نحكيه زاد على البطولة الإيطالية اللي فيها تألق نابولي مرة أخرى يربح 3-2 قدام بولونيا، وجمعية ميلانو تربح خارج الميدان قدام إلاس فيرونا 2-1. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net.